ولسه مكملين مع بعض مشاهدين هارك سعيد ومستمرين في فقراتنا. وصلنا لفقرة الفنون والعلوم والثقافة في بيت السناري بحي سيدة زينب بقاهرة. زي ما قلت بيت الفنون والعلوم والثقافة التابع لمكتبة الأسكندرية، واللي بيدينا أمل طول الوقت إن احنا لسه مكملين وموجودين وبخير إن شاء الله من خلال الفنون المبدعة اللي هو بيقدمها. كمان بيت السناري في الحقيقة هو من الأماكن اللي موجودة ومستمرة وما تأثرتش يمكن بثورة 25 يناير إلى الآن، يعني مستمرة في الفنون اللي بتقدمها سواء كان من علوم أو ثقافة بتقدمها، ودي حاجة مهمة جدا. المجهودات اللي بتتعمل في بيت السناري من خلال الناس القائمين على هذه الفنون وتقديمها والعلاقات الخارجية وحاجات كثيرة جدا داخل بيت السناري، حابين نتعرف أكتر على الجدول القادم لبيت السناري والمجهودات اللي بتقام داخل البيت السناري. هنتعرف أكتر طبعا من ضيوفنا اللي موجودين معانا النهاردة في الاستوديو. معانا الأستاذة إيمان صدقي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية ببيت السناري. صباح الخير إيمان. ومعانا رشا الخطيب، مدربة ببيت السناري. صباح الخير يا رشا. مدربة دي مستهوياني جدا، عايزة أعرف بتدربي إيه بالظبط. بس خلينا في الأول نتكلم عن الأنشطة اللي بيقدمها بيت السناري في شهر 9 الحالي 2013، عبارة عن إيه بالظبط الجدول اللي محطوط في شهر 9 2013؟ يعني إيمان ولا رشا؟ ممكن رشا، ممكن تبتدي رشا. يلا رشا. هو مفيش، يعني احنا بنعمل في بيت السيناري او الجدول اللي موجود، هو جدول الاول خاص بالمراه وخاص بالشباب وخاص بالنشأة، حاول ان هو ياخد كل الفئات. يعني انا مش قايمه قوي على البرامج، ولكن انا شفت ان هو متنوع جدا في الفئات اللي موجوده فيه، سواء المراه ببرامجها الكتير عاملين اكسسوار وعاملين فن ازاي ان انت تعمل حاجات بالقماش وتعيد استخدامها وريسايكلينج، ازاي ان انت كمان تقدر ان انت تعيد اكتشاف نفسك، ودي الورشه اللي انا بعملها، ازاي ان انت ترجع السيده ترجع تعيد اكتشاف نفسها من اول وجديد، تشوف نفسها بشكل مختلف بعيد عن ضغوط البيت والاسره. شويه كمان في الشباب والنشأة عاملين برامج اكتر عن ازاي ان هم يعرفوا التصوير الفوتوغرافي، ازاي ان هم يعملوا نحت على الخشب، رسم على الازاز، حاجات كده كتير. يعني كل ده في الجدول بتاع شهر 9. الجدول بتاع شهر 9 ده مليان، كل يوم 6 ورش، كل يوم 4 ندوات، 4 كورسات، يعني احنا حطينا كل حاجه شهر ده صراحه. ورشا انت اللي بتقومي بتدريب ايه بقى، سواء كان المراه او الاطفال او اي حد داخل علشان يشارككم في الانشطه دي؟ لا مش كله، بس انا ليا ورش طبعا محدده. يعني انا عندي ورشه خاصه في المراه، خاصه بمعرفه الذات. ايه هي ورشه؟ 4 ايام تقريبا، كل اسبوع في يوم الاربعاء بنشتغل فيها على ازاي اعاده اكتشاف نفسهم من اول وجديد. بلاش بقى اطفال، بلاش اسره، بلاش الضغوط اللي انتوا بتتحملوها في البيت، وتعالوا مره تانية شوفوا ان انت عندك لسه هوايات ولسه عندك اهتمامات مختلفه ولسه عندك كمان افكار ممكن نستغلها بشكل كويس بعيد عن الحاجات اللي انت نسيتيها في بيتك ومع اولادك، فارجعي تاني يوم. اوكي. طيب ايمان، انت رئيس وحده العلاقات الخارجيه في بيت السناري، واعتقد انه واضح ان انت بتعملي مجهود كبير جدا، بس الاول عرفينا عن طبيعه العمل بتاعك، شكلها عامل ازاي، بتقدمي ايه بالظبط؟ الاول انا متشكره جدا ان استضفتينا النهارده عشان نتكلم على بيت السناري. بيت السناري ده بالنسبه لنا اولا من احلى بيوت الاثريه في مصر، في السيده زينب طبعا، ومركز ثقافه، يعني من انشط، يعني نشاطه دايما يعني مستمر كده، من زي ما قلتي من 2011 واحنا شغالين على انشطه للاطفال، للشباب، للسيدات، لكله. تمام. والبيت بتاعنا، المركز الثقافي بتاعنا الصراحه مفتوح للكل، ده اهم حاجه، عشان ساعات البيوت الاثريه دي بتبقى صعب، الناس بتحس ان هي ما تقدرش تدخلها، بس احنا اهم حاجه عندنا، وبالذات بنحاول نخدم المنطقه اللي حوالينا. أوكي. اللي هي السيده زينب. أوه. اهل السيده زينب دول يعني بنحاول نعمل لهم كورسات حاجات تفيدهم هم في حياتهم. تمام. فدي طبيعه شغلك انت يا ايمان. انا في فريق عمل كبير، احنا كتير قوي في بيت السناري. وكلنا بنشتغل الانشطه متنوعه، وعندنا انتوا تيم ورك، كلكم بتشتغلوا مع بعض على نفس عندنا فعلا فريق عمل من احسن ما يمكن، وكلنا شباب وكلنا عايزين نطور في المجتمع ونبني قدرات الشباب والاطفال.
رشا، عايز اعرف مين المسؤول عن وضع الجدول بتاع كل شهر زي شهر 9 المره دي مثلا بيخص المراه بجميع انشطتها، فمين مين المسؤول عن وضع الجدول ده، وعلى اي اساس او على اي اليه انتوا بتختاروا المواضيع اللي هتقدموها في الشهر ده؟ ايمان اتفضل. انا المسؤوله في البرنامج السيدات الصراحه. احنا ابتدينا النشاط ده في يعني رمضان. يعني انت مسؤوله بوضع الجدول بتاع كل شهر؟ لا، احنا ابتدينا، احنا عندنا نشاطات كتيره، بس برنامج السيدات بقول لحضرتك ان احنا ابتديناه في رمضان اللي فات. الهدف منه ان احنا نجيب سيدات اكتر في البيت، ونخليهم كمان نديهم مساحة ان هم يشتغلوا معانا، يشاركوا معانا. طب وده عملتوه ازاي عشان تجذبوا السيدات الموجودين في البيت ان هم ينزلوا البيت السيناريو ويشاركوكوا في الانشطة دي؟ في رمضان بقى ابتدينا كده ورش عمل متنوعة، حاجات هم حسينا. الاول عملنا بحث كده بسيط، هم السيدات نفسهم يعملوا ايه، فعملنا كام ورشة كده اللي هي اكسسوارز نحاس، وعملنا فن الموزايك، وعملنا حاجات كده. بعد كده قعدنا مع الفريق مع الست سيدات اللي كانت بتشارك معانا، وطلبنا منهم يعملوا لنا كده، يدوا لنا افكار تانيين ونعمل ايه. فابتدينا نطبق بقى الشهر ده الافكار بتاعتهم، فزودنا حاجات كتيره قوي في البرنامج بتاع السيدات الصراحه، من ضمنهم الورشة معرفه الذات، وكمان عندنا ورشه جديده هتبتدي عن السينما والمراه دي. الهدف دي الانشطه الاخرى بقى، لا الانشطه الاخرى كل شهر 9 وهتبتدي يوم الاثنين اللي جاي. وده الهدف بتاعه الورشه دي، ان نحسن صوره المراه المصريه في السينما. يا سلام، ده يعني صراحه هيكون مطلب ناس، يعني كل المراه اللي موجوده في الوطن العربي مش في مصر بس، بس تحديدا في مصر. احنا شايفين انه السينما والدراما بدات شويه تستخدم المراه بشكل غير لائق لمكانتها اللي مفترض ان هم يشتغلوا عليها. رشا، طبعا بيت السيناريو بيقدم انشطه كثيره جدا، وخصوصا انا سمعت من رشا دلوقتي اكتر من نشاط بتقوموا بيه. هل الانشطه دي بتدر دخل معين مثلا لبيت السيناريو، ولا كلها فور فري مجانيه، ولا ايه بالظبط؟ يعني اطلاقا مجانيه. يعني انا عايز اقول لك في اخر ورشه جات لي واحده كده سيده تقريبا عدت ال 65 سنه، دخلت بتقول لي انا جايه مخصوص، انا عجبني اسم الورشه بس جايه مخصوص عشان اتاكد زي ما في الاعلان انتوا كاتبين مجانا، فانتوا مجانا فعلا ولا لا؟ هي كانت يعني بتقول لي انا مش مصدقه ان بيت زي كده ومكان تبع مكتبه اسكندريه بيقدم كل الانشطه الجميله اللي البيت بيقدمها نفسه. انا نفسي سعيد بقول لهم طب ايه رايكم انا احط نفسي بقى شويه، انا مشاركه، انا حابه اخد تاخدي شويه نشاطات تعمليها انت، حابه ادخل اتعلم حاجه جديده، يعني حاجه مختلفه. فدي طبعا كلها مجانا للشباب وللاطفال وللسيدات، كله مجانا. طب انا عايز اعرف حاجه، يعني بصراحه كده كل المؤسسات والاماكن اللي في مصر اللي بتقوم باي انشطه بصراحه عندها مشاكل، فانا عايز اعرف هل بيت السناري بيمر بمشاكل؟ وانتوا اكيد ادرى بيها، فياريت تقولوا لنا لو في مشاكل بتمر بيها عايزين نعرفها. رشا او ايمان، يعني الصراحه السيده ما فيش مشاكل قوي زي بقيه الحتت في مصر، احنا شايفين كده يعني، فعرفنا نكمل، وعرفنا بردك يعني الناس عرفت يعني تشارك معانا، ما لقيناش صعوبات في الموضوع ده. طبعا الحاجة الوحيدة اللي احنا ومن خلال برنامج زي ده، ان احنا عايزين الناس تتعرف البيت، تتعرف على البيت اكتر، عشان يعني البيت هو معروف بس مش يعني لازم يبقى فيه دعاية. يعني التقصير بتاع الدعاية والاعلام اللي مفترض ان هو يقدم من خلال بيت السناري ده مفروض مسؤولية مين، وليه مقصرين في؟ لا احنا مش مقصرين، احنا بس قصدنا يعني بردك محتاجين الناس تعرف اكتر عن البيت. طب الناس هتعرف اكتر من خلال الدعايه اللي انتوا بتقدموها للبيت؟ بس بنعمل دعايه كتير بردك، بس بتعمل دعايه بس محتاجين اكتر، من خلال بروشورز يعني. عندنا بروشورز، عندنا فيسبوك بيج، عندنا ويب سايت، خلاص هتطلع الشهر الجاي. عندنا بنعمل نيوزليتر، بنعمل حاجات كتيره جدا عشان نعمل دعايه، بس بردك الناس لسه، اولا زي ما رشا قالت الناس مش مصدقه ان في حاجات مجانيه فور فري، وبكواليتي. هي مش حكايه بس مجاني وخلاص، كواليتي. احنا حتى التولز، حتى التولز الادوات والاكوبمنتس اللي انتوا بتستخدموها، يعني مين اللي بيمدكوا بيها؟ طيب
فندم. يعني هل مين اللي بيمدكم بالحاجات دي؟ هل في حد داعم لبيت السيناري بيجيب لكم التولز دي؟ كله سبونسرشيب وحاجات كده يعني. مش يعني احنا مؤسسه يعني كله من طريق كمان مكتبه اسكندريه يعني. تمام، حلو جدا. رشا، الخطه طبعا على المدى البعيد، احنا اتكلمنا عن شهر 9، ولكن انا عايزه اتكلم على المدى البعيد. عندكم فكره بتقعدوا تعملوا خطط للمدى البعيد للمستقبل البعيد، ولا انتوا بتشتغلوا كل شهر شهر بشهره؟ لا اكيد اكيد. يعني في مثلا ورش كده، طب تعالوا نفكر ان دي كتير، لا بلاش شهر 9، طب تعالوا ناجلها لشهر كتير ما شاء الله، لشهر 10. حاجه مهمه جدا يعني، كمان ايمان انا مش عارفه يعني ما قالتهاش ازاي، وهي مهمه يمكن عشان خاطر دي هي بتعملها فعلا. ايمان مش بتحب ابدا ان هي تشتغل، او ان هناك كمان الناس مش بيحبوا ابدا ان هم يشتغلوا ويحطوا الخطه بنفسهم. لا، ده احنا كمان بيجيبوا شريحه معينه، يعني احنا شباب معين متطوعين يجوا يقعدوا معاهم، تعالوا طلعوا الافكار اللي نفسكم تتحقق جوه البيت. بالظبط، يعني البرنامج بتاع الشباب قعدنا مع يعني 20 شاب وشابه، وقعدنا نفكر مع بعض ونشوف ايه الحاجات الجديده اللي ممكن نضيفها في البرنامج، حاجات اولا يستفادوا منها، وحاجات يعني الناس تحس فعلا ان بنعمل يعني ان بنخدم الشباب نفسهم، الحاجات اللي هم عايزينها. يعني عندنا زي ما رشا قالت في الاول، عندنا تصوير فوتوغرافي، بس كمان عندنا ورش جرافيتي ورسم، وعندنا ورش للتعليم المدربين. يعني احنا في دلوقتي فكره جديده عملناها، هنعمل ورشه للمدربين، الجديد يعلم القديم، يعني نظريه الدعم الجديد للشباب زي رشا وزي ناس تانية نعرفها كويس جدا، وهم هيدربوا شباب جداد بيجوا يشاركوا في بيت السيناري، وبعد كده هم الشباب دول اللي هيبقوا مدربين بتوع بيت السيناري. انتوا محتاجين لموارد بشريه، يعني انتوا محتاجين لناس كتير تكون موجوده معاكم، ولا انتوا عندكم مجموعه كويسه؟ لا اكيد اكيد، دايما محتاجين. اتفضلي يا رشا. يعني لو أي كان الشباب اللي موجودة، لأن مش بس حاجة جوه البيت، ده هم هدفهم إنها إزاي يخلقوا مبادرة للشباب دي يعملوها جوه حي السيدة. هو موجود جوه حي السيدة، يعني الناس اللي هناك محتاجة، ومحتاجة حاجات كتير جدا، تنمية ثقافية وسياسية واجتماعية، وكل أي كان وجه المجال في الثقافة والفن. فهم شغالين وعايزين شباب ينزلوا كمان يروحوا للناس بقلب بيتهم. بعد شوية هنخبط كده ونقول لهم تعالوا هنديكوا حاجة. هل جمهور بيت السيناري كبر اكتر عن الاول؟ يعني هل في احصائيات انتوا بتقعدوا تعملوها اذا كان الجمهور كتر ولا لا؟ او هل المستوى يعني المستوى التعليمي، المستوى الاجتماعي، المستوى المادي، هل مختلف وموجود ولا لا؟ يعني انا فاكره زمان لما كنت مثلا بروح بيت السيناري وقت ما بتقدموا فنون او حد بيغني او كده، كنت بشوف اجانب. ما هو طبعا احنا شغالين بردك ان احنا نعمل، يعني بنعزم سفارات، بنعزم مؤسسات تحضر معانا، تشارك معانا، تدعم حاجات، ساعات بيعملوا حفلات. طب ده حصل بعد ثوره 25؟ طبعا. احنا ابتدينا اصلا مكتبه اسكندريه، ابتدت المشروع ده في 2011 اصلا. فطبعا في الاول كان في صعوبات طبعا بتاعت اول كام شهر كده، بس الموضوع يعني خلاص، يعني دلوقتي بقت ناس بتشارك من يعني من كل مصر يعني. طب والاجانب موجودين بعد 25 يناير ولا برضو قالوا قوي؟ الاجانب موجودين بعد 25، بعد 30، عشان ده في من الاخر ده بيت اثري، وهم يعني هم فاهمين اهميه البيت، وفاهمين اهميه ان احنا نطور في الحي اللي احنا فيه. لا بس والله فرحتيني والله ان الاجانب موجودين، عشان هم ما بيبانش اذا كانوا موجودين ولا لا، اذا كانوا ما بيروحوا لكم في اماكن زي دي. والاجانب مهمين، بس كمان انا عايزه اقول بس ان اهل السيده زينب يعني من احسن الناس. طبعا احسن الناس، وهم مشاركين معانا في كل حاجه صراحه. يعني جود لك ان شاء الله، وربنا يوفقكم الفتره اللي جايه، وبتمنى لكم ان انتوا ان شاء الله كل مدى والانشطه بتاعتكم يكون ليها جذب كبير، لا مش بس حي السيده زينب، كل الناس اللي موجوده في كل بقعه في مصر. وان شاء الله اشوفكم قريب وتكلموني عن المشاريع المستقبل البعيد هتعملوا فيها. شكرا. ايه شكرا ايمان، وشكرا لرشا. ومشاهدينا كان معانا ايمان صدقي رئيسه وحده العلاقات الخارجيه ببيت السناري، وكان معانا كمان رشا الخطيب مدربه ببيت السناري، واتكلمنا عن الانشطه اللي بيقدمها بيت السناري. واتمنى ان شاء الله ان كل الناس تروح، لانه بجد انشطه جميله جدا وممتعه، وهتنبسطوا وهتسمعوا فن، وهتستخدموا بايديكم حاجات، ويعني هتعملوا حركه حلوه بجد. نشوفكم بعد الفاصل، لسه مكملين مع بعض في نهارك سعيد.